الحمد لله بدأت الطلبة تدخل خلاص يعني في هدوء الحمد لله مش مشاكل يعني. حتى الآن ما فيش أول يوم امبارح ثانية ورابعة النهاردة أولى وثالثة الحمد لله عديت امبارح برضه مريت على كل اللجان الحمد لله اللجان كلها هادية والدكاترة واقفة والمعيدين بيراقبوا طلبة ملتزمة كلها أتمنى يستمر ده لغاية آخر يوم في الامتحان. لا مش كم لجنة خاصة؟ حوالي 22 واحد في سجن كورونا. يبعد على مدار لا لا كل يوم على مدار هم ثابتين هناك 22 واحد؟ 22 بين أولى وثانية وثالثة ورابعة في سجن كورونا. احنا كل الامتحان في سجن كورونا ما بنخرجش عن سجن كورونا يعني. في عربية هنا بتاع السجن ده. والله أهم حاجة يعني التزام بالهدوء في القاعات عدم الشوشرة على الطلبة الأساتذة اللي بيدرسوهم موجودين معاهم دايما ما حدش بعته مكاتب اللي بيراقب المعيدين وبيرسل مساعدين ما عندناش موظف بيراقب الحمد لله الطلبة ما يعرف أستاذه يعني بيراقب عليه يبقى حريص إن هو تبقى صورته جيدة قدام أستاذه طبعا وده يعني هو السبب في ان الطلبه ملتزمه. حتى الطلبه الاجانب الحمد لله هاديين جدا وملتزمين جدا. تفرقه بالذات. مفيش مشاكل بالنسبه لهم خالص. عندنا من نيجيريا ومن السودان وتوجو ومالي عندنا مجموعه كبيره قوي من الافارقه ومتعسين بيدرسوا. مسافتك انت والله الطالب لابد انه يجتهد وما يعتمدش على المنهج المقرر. لابد ان اطلع على مراجع خارجيه وانا حتى طالب دراسات انجليزي يعني نصحتهم ان هم يشتروا كتب خارجيه مترجمه النص العربي قدام النص الانجليزي ممكن هو يعني ما يستعينش باي حد يعني يعتمد على مجهوده الشخصي في التحصيل عندنا الدكتور احمد شريف الخطيب كل كتبه باللغه الانجليزيه بهذا الشكل ومنها كتاب القرآن الكريم باللغة الإنجليزية واللغة العربية ورخيص وقلت للطلبة يعني الكتب دي منتشرة أساتذة الكلية عاملاها وباعها بره مكتبات خارجية وده بيساعد الطلاب إن هم يعني أقاوم في المادة ما اعتمدش على الأستاذ فقط ودي مهمة احنا كنا بنعمل كده واحنا طلبة نشتري جرايد نتفرج على التلفزيون نشرات برامج باللغة بتاعته الحمد لله كل دلوقتي لغايه موجود التلفزيون بتاعها موجود في الدش الطالب هو بذاكر بيشغل التي في على طول على اللغه بتاعته. بتكلم مع الطلبه اللي في اتفاقيه مع ان شاء الله هنعمل اتفاقيه مع مركز القومي للترجمه. نعمل ترجمه كتاب في سنه رابعه. يعني كل مجموعه من الطلاب يشرف عليهم استاذ ترجمه كتاب. الطلبه بيشرف احد الاساتذه في سنه رابعه. القرية والراجل واقف ورحب بالفكرة وإن شاء الله يعني المجلس الكلية الجاي إن شاء الله يتم الاتفاق إن شاء الله هيزوروا الراجل يعني إيه جديد طيب في الاتفاق؟ قصة العملية التعليمية بشكل عموما داخلية وخارجية والله إحنا افتتحنا معمل الجامعة بنتهن أنشئتهن دلوقتي بنفتتح معمل تاني ان شاء الله معمل صوتيات وفي معمل تاني برضه باللغه الاسبانيه فقط ده هديه من الاتحاد الاوروبي عاملين مرصد ان شاء الله في نادي العلوم مبنى يعني مبنى تحت كده قاعه تحت المرصد ده قاعد فيه المعيدين بيصيروا ساعتين بالتناول هيرصدوا اي شيء يتناول الاسلام بكل اللغات وهنعمل بيه نشره ان شاء الله ده بدايه العام الجديد هنعمل بيه نشره ايوه كل ما يقال عن الاسلام او جمهوريه مصر العربيه في جميع المجالات مش الاسلام بس ده يشرف هيقوم بيه المعيدين والدارسين المساعدين وبعد كده هنوزعه بقى على المؤسسات والوزارات مجانا يعني ده نفقة يعني ذاتية تبرعات احنا عملنا مؤتمرين انت عارف طبعا عملنا مؤتمرين في الشهر اللي فات
إن شاء الله في المؤتمر شهر 12 عن الحضارة العربية الإسلامية. هي الحضارات العالمية، أصل الحضارة العربية الإسلامية من الحضارات العالمية، بس مالهاش كلمة أصل في العالم.